هل يمكنني السفر؟ خلال فترة فاي دانجر بيريود يمكنني السفر، لكن يتعين علي أن أكون على دراية بأحوال الطقس وفاي دانجر ريتينجز في المناطق التي أمر فيها. ومن المستحسن الاحتفاظ بالخط الساخن للطوارئ فيك إيمرجنسي. قم بتنزيل تطبيق فيك إيمرجنسي واستمع إلى الراديو المحلي لمعرفة التحذيرات. إذا تغيرت الظروف ينبغي أن أكون مستعدة لتغيير خطط سفري. لمعرفة المزيد حول السفر يرجى زيارة cfa.vic.gov.au/languages.